يتواصل لليوم الثاني على التوالي مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ظل تجمع الوفود التي تضم نخبة من القادة لاستكمال الجلسات الحوارية. لليوم الثاني على التوالي تشهد فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار زخما كبيرا، وذلك بحضور عالمي على مستوى رفيع، إضافة لمسؤولي شركات عالمية في العاصمة السعودية الرياض. نتاج الحضور الكبير والثقل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية أتى بثماره، ففي أقل من 24 ساعة وقعت السعودية اتفاقيات بأكثر من 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبتروكيماويات والبنية التحتية. النصيب الأكبر من تلك الاتفاقيات لشركة أرامكو السعودية خلال مشاركتها، حيث وقعت 15 مذكرة تفاهم في مجالات تعاونية واستراتيجية عدة بقيمة نحو 34 مليار دولار. وتشمل تلك الاتفاقيات 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لثلاث قارات. من جانبها، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح عن الإطلاق المبدئي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مبينا أن البرنامج هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50% من صادرات غير النفطية. العقود اللي أبرمت البارح تمثل يعني نقلة نوعية لتوجيهات سمو سيدي ولي العهد وبقيادة وإشراف خادم الحرمين الشريفين حافظ الله الملك سلمان بن عبد العزيز، وهذا يدل على المكانة والقوة الاقتصادية للمملكة، بيحتضن هكذا مؤتمرات اقتصادية عالمية تحضرها عدد من الشخصيات الكبرى في دول العالم. لا يستغرب أن تكون المملكة العربية السعودية وجهة لرؤوس الأموال والاستثمار، ويعود ذلك لأهمية الاقتصاد السعودي وتأثيره الكبير على المستوى العالمي، سواء في حجم المساهمة الإجمالية في التجارة العالمية وإمدادات الطاقة العالمية، أو من خلال التحول إلى وجهة استثمارية ضخمة تمثل حجر الزاوية تجاه المستقبل الاقتصادي العالمي كمركز للاستثمار العالمي.